السلام عليكم اخواني حبايبي، كنت بعطيكم فكرة بسيطة كده، بس موضوع تساقط الريش. وش الفرق بين شو اسمه تساقط ريش الجناح والديل وتساقط الريش الكامل اللي يسموه القلش؟ هذا كده يا اخوان يتساقط ريش جناحه، هذا طبعا فرق. هذا اللهم صل على محمد عنده نقص فيتامين د، عشان كده الجناح والديل يتساقطون، اللهم صل على النبي. اما اذا كان اللي هو يسموه القلش، هذا يجيك الطير يعني عاري تماما، ما عنده اي ريش. طبعا الحمد لله انا ما جاء عندي، عشان كده انا ما اعرف بالضبط كيف يكون، لكن انا شفت مقاطع فيديوهات كثيرة عن اللي يسموه القلش. عرفت يا اخوان؟ هذا يا اخوان تساقط الريش حق الديل والجناح، هذا علاجه انك تشمس الطير شوية، او انك ما تقدر تشمس الطير اعطيله فيتامين دال ثلاثة اللي احنا البشر نستخدمه. عرفت يا اخوان؟ اللي نحن البشر نستخدمه. اما اللي هو القلش، هذاك علاجه اللي هو القسط الهندي، زي ما شفت وسمعت فيه القسط الهندي. للأمانة أنا ما يعني الحمد لله ما حصل لي الموقف هذا حق تساقط الريش الكامل اللي هو القلش، لكن هذا أنا عندي تساقط ريش، وسبحان الله من جوز واحد بس، هذا وراثيا سبحان الله من الأب. هذا الأب كان عنده تساقط ريش، وما شاء الله لازم من الإنتاج حقه واحد ولا اثنين يجوني زي كده. بس الحمد لله على كل حال، إن شاء الله تكون وصلتكم المعلومة بالشكل الصحيح يا إخوان، وبس سلامتكم.